السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ كديري مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد مع وصفه جديده باذن الله، اولا روتين جديد. بالنسبه للوصفه اللي غادي نقدم لكم ان شاء الله في هذا الفيديو، غادي تكون عباره على ريشلات اولا فقسات مالحين بثلاثه ديال النكهات ساهلين دغيا كيوجدوا، ما كياخذوش لكم الوقت نهائيا. المهم هنا صيب ديال الفرماج، ديال الهريسه وديال الزيتون، وحفيظه دارت الحلو ديال الحلوين. كنتمنى ان شاء الله نكون خفاف درا عليكم. عواشر مباركة ان شاء الله. ياك عواشر مباركة. هي هذيك هي هذيك. ايوا المهم هذه هي الوصفة، وغنخليكم انا وصفتي غتلقاوها في القناة ديالي، وهي شهيوات امل ان شاء الله. المهم غادي نخليكم دابا تتبعوا معايا المكونات وطريقة التحضير. البنات دابا غادي نبدا نعجن الفقاص ديالي اولا المملحات ديالي، وهنا حافظه حتى هي وجدات داكشي اللي تخدم به، غديرهم حلوين وانا غادي نديرهم مالحين. المهم انا غادي نعطيكم مكونات دابا ان شاء الله. ماما قالت لك غديرهم السوسين. اي غديرهم بجوج. حيدو عرفتي ديرها، حنا غنحيدو ماما اللي غادي تصيبهم صافي. نبداو على بركه الله. هنا غادي ناخذ الزبده بحراره المطبخ، عندي 125 غرام ديال الزبده. المهم غادي نكتب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. عندي ثلاثه الفرماجات مثلثين، غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال الموطارد. الموطار. وغادي ندير شويه ديال الابزار. ماما كدير لي الضجيج بالكرسي بالعاني. غادي ندير الملحه، غنزيد كاس ديال زيت الزيتون، ممكن تعوضوه بالزيت العادي. غادي نخليهم على جنب. هنا عندي جوج كيسان ديال الماء، غادي ندير فيهم ضامه بنكهه الحوت بنكهه السمك، ممكن ديروا حتى البقري حتى هي كتجي زوينه. غادي نفرتتها هنا باش تذوب ليا دغيا. المهم الكيسان عبرت بكاس الانبه، جوج كيسان ديال الماء. هنا عندي ضامه ديال الثومه، غير دويمه وحده راه كافيه. صافي البنات، هنايا غادي نخلط هادي مزيان، هادي اللي درت فيها الضويمات، وغادي نزيدهم الخليط ديالي. دابا نبدا نخدم بايدي، غادي نزيد بعدا نخلط واحد شويه ونزيد. صافي نبدا نخدم بايدي باش نخلط كل شيء مزيان. البنات العجينه ديالي جمعتها كتبقى مرخوفه شويه، ها نتوما ممكن تجمعوها حتى كتولي بحال هكا. غادي نقسمها دابا على جوج، انا غادي ندير غير جوج اشكال، وحده معمره بالهريسه وحده معمره بالزيتون الاسود. نتوما ممكن تقسموها على اربعه على حسب الرغبه ديالكم. البنات كنت غادي ندير غير نوع واحد ديال غير جوج الانواع، دابا غادي ندير وحده بالحار بالهريسه وحده بالزيتون وحده بالفرماج الاحمر. المهم غادي نطحن الفرماج هو الاول. المهم نتوما كديروا الشكل اللي بغيتو. هنا الزيتون الكحل حيدت ليه العظم، وغادي نطحنو مع شويه ديال زيت الزيتون. صافي البنات كنبقى ندير زيت الزيتون حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون بحال هكا، ها نتوما تكون بحال الكريمه بحال معجون ديال الزيتون. البنات زيت كره واحده
سير حسابين بين جوج بلاستيكات، ممكن ترشو الدقيق وغادي نحاول انني نسرحها. البنات انا سرحت رقيقه، غادي نحاول هكا على شكل مستطيل. دابا غادي نبدا بالاول، غادي ندير فيه فرماج احمر كنرش. دابا غادي نبدا ندوي فيها المهم على حساب نتوما قداش بغيتوهم، انا نحاول نديرهم رقاق ما يكونوش غلاط بزاف. ممكن ديروا بحال هكا وتقطعوهم مربعات وتدخلوهم الفران. المهم انا غادي نبدل الشكل شويه. صافي غادي نقطع الصوصول. هانتوما غادي نحاول ان هذا الجنب هذا اللي قطعت منه نضغط بحال هكا باش يتسدو. البنات انا درت هنا بلاستيكه ودرتها في فلاطه باش ندخلهم المجمد. صافي غادي نستمر بنفس العمليه، نكمل هذا الشكل الاول ديال الفرماج. انا سرحت العجينه الثانيه الاخرى درتها في المجمد، غادي ندير ديال الزيتون. نجيب واحد القرقه كنسرح الزيتون بحال هكا. علاش فاطمه شفتي فيا؟ كنتعلم. فاطمه جات، ها هي جات، سمعوا الصوت. بغيت نشوف داكشي اللي درتي باش مشيتي انا نصوره. هاكي هذا تفرجي ما كاين لا هادشي والله باش تشوفي باش تدي باش نشوف. لا بغات باش تشوفي باش ندي باش ندي بس صباحك قبل مني. سي دارت هو هنا نديرو هذا هذا فين درتي هذا هادشي واعره. فاطمة كتوجد الشلاضة زعما بغات تقول لكم انا كيف جيت دخلوني نوجد الشلاضة. انا مازال كنكمل في هادو ديالي. ها فاطمه يلاه جات انت كنتي كتقطعي في الشلاضه. قالت لي كمل هذه، قالت لك الشلاضه. وانا رديت الطاجين هنا درتو كي يطيب وصافي كيلعبوا في عطيتهم شويه العجينه. هما كيصايبوا اش كتصايبوا؟ كيكا. برافو. ندوز للشكل الثالث والاخير، غادي ندير الهريسه. صافي وانتهينا وبنفس الطريقه غادي نخدم. حفيده كتصايب الشر كدير الشلاضه حيت بانوا لي الشارجورات انا داكشي علاش بقى بالي معاه. المهم هنا الشلاضه ديال المطيشه والخيار وسميتو صايباتها فاطمه، وهاد الطواجين ديالي اللي صيبت انا، وهداك الشيء اللي صيبت هما حطيت دخلت الاخرين للفريكو يجمدوا وما عديتش فين نخبي هادو، خليتهم هنا حتى نديرهم في الفريكو ان شاء الله. المهم دابا غادي نمشيو نتغداو حتى نطلعوا ان شاء الله باش نكملوا مع بعضياتنا.
صافي من بعد ما جبدوا انا جبدت دابا وحده من الفريغو ونجبد بالوحده بالوحده ونصيبها. غادي نقطعها دوائر، هانتوما كتجي ساهله. ملي غتقطع دوائر غطيبها انا غناكلها، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش ما ندخلها هذه بحال هكا نحمرها لا نعطيها لها نقول لها هاكي زوينه ولكن حمرها تتحرك تتحرك صافي. دراش هي انايا صافي، غادي نستمر بنفس العمليه نكملها وغادي نرتبهم في واحد اللاطه اللي فيها ورق الزبده صافي، وندخلهم الفران. غادي نشعل عليهم من الفوق ومن التحت درجه الحراره 180 درجه ايوا صافي، غير يتحمروا ونخرجهم بنفس الطريقه. هادو راه غير نحيد هادو وندخل هادو حتى ما يجمدوا. البنات ها هي عمرت اللاطه الاولى، غادي ندخلها دابا للفران. الفران راه سخنته مزيان، عاد غادي ندخلها وصافي. البنات هادو هما المملح ديالنا صافي، من بعد ما طيبتهم ها هما خليتهم حتى بردوا، عاد غادي نديرهم في شعلبه اللي كتسد مزيان وكيبقاو مقرمشين يعني مده طويله، ما تخافوش عليهم. وهادو هما اللي صايبات حفيظه ها هما حلوين، هادو حلوين وهادو مالحين. دابا غادي نسد معكم هذا الفيديو حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفات وروتينات جداد باذن الله.